نتدرب وحموت نفسنا عشان نحقق من الاسرائيليين بيقولوا عليه مستحيل. مش هندافع، احنا نهاجم. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في سيفلر رياكشن، والتريلر اللي هنعمله رياكشن هو فيلم الممر، الفيلم العربي المصري اللي واحد من الافلام المنتظره اللي هتنزل في العيد بعد رمضان. هينزل في العيد الصغير، من واحد من الافلام المرتقبه يعني طبعا بتاعت احمد عز. التريلر لسه نازل امبارح، وطبعا ما لحقتش اعمل له تريلر رياكشن، فهعمله دلوقتي النهارده. الحلقه دي هتنزل بعد ان شاء الله التريلر رياكشن بتاع فيلم The Angry Birds، عشان لسه كنت مصورها من كام يوم ولسه مع الاسف لسه ما نزلتهاش. لسه منزل فيديو امبارح، فلسه ما نزلتش التريلر بتاع Angry Birds. فالتريلر رياكشن بتاع Angry Birds هينزل الاول، وبعد كده التريلر رياكشن بتاع فيلم الممر، وبعدها هنبدا على طول في فيديوهات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. خلينا بس الاول نشوف التريلر ده، وطبعا لو في حاجه مستحيل ان احنا نتكلم فيها بعد التريلر هنتكلم. وطبعا كالعاده ما شوفش الفيديو ولا مره، فهشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. ايه اللي حصل؟ كابوس. هي هزيمه ولا نكسه زي ما كان ناصر؟ الان تصبح في امكاننا. سينا دي كبيره قوي يا فندم. ان نتطلع الى المستقبل. انتوا مش خايفين؟ ننسحب ليه يا فندم؟ تجاهلت اسرائيل والقوى المختفيه خلفها كل القيم الانسانيه، وقامت بعدوان الغادر يوم 5 يونيو. لسه بدك ترمينا في البحر يا جمال؟ انا بقيت واحد تاني، انا نفسي مش عارف. هو البي ظابط ولا ايه؟ واضح من قعدتك على الجبهه نسيت المصريين. انا مش هجري ولا هتدارى منهم تاني. بعد الحروب بيكتر الهلس والهليس، ومفيش حته تانيه تترموا فيها غير هنا. بيقولوا ان انت سبب ان احنا اتغلبنا من اسرائيل. المرحله اللي جايه عايزه الحوش يقدروا يواجهوا العدو باداء ما شافوش منا قبل كده. لا ينبغي هنتدرب وحموت نفسنا عشان نحقق من الاسرائيليين بيقولوا عليه مستحيل. هو الموت بيجري اللي بيحارب بس. انا ان شاء الله مش هموت. ما هو بيجي في لحظه لاي حد. هترجع بس انت مش خايف؟ انا مش جبان ولا خايف من الموت، وانت عارف كده كويس. البلد دي كانت حاجه قبل النكسه، دلوقتي بقت حاجه تانية خالص. لو كل واحد في الجيش عمل اللي في دماغه الجيش يخرب. هنطلع، اهم حاجه المهمه تتنفس. دير بالك على حالك يا هلال. مش قادر ابص في عينه وانا مهزوم مكسور. والشهداء اللي فينهم هنا دي ارضنا برضه. حرب من غير نهايه، يا احنا يا هم. ومن النهارده لسه عادي وانت بتبص على شمس كل يوم جديد، تبقى متاكد ان النهار اللي جاي جاي ومع النصر. اللي ما بيننا مخلص. انا ما اقدر اسيب ارضي اللي انولدت وعشت فيها. وإن علم مصر هيترفع على الأرض اللي راحت. وقت المعركة كلنا واحد. يعني الحرب خلصت وانتوا انهزمتوا، ده مش منتبهين. احنا مش هندافع، احنا نهاجم. اوكي يا جماعة، التريلر حلوة مش وحشة. انا كنت في السينما لما دخلت فيلم شازام، جابوا التريلر بتاع الفيلم. هو ما جابوش التريلر، جابوا التيزر بتاع الفيلم ده اللي هو كان تقريبا مدته 30 ثانيه. فانا كنت دي كانت اول علاقتي بيا بالفيلم. فانا اول ما شفت التيزر في السينما انا كنت بحسب ان الفيلم ده هيتكلم على حرب اكتوبر وكده، بس طبعا لا، مش هيتكلم على حرب اكتوبر. هو الظاهر ان هو بيتكلم على حرب الاستنزاف،
او بيبتدي يتكلم على الوقت اللي كان فيه من سنه 67 لحد بدايه الاوقات الاولى بتاعت حرب الاستنزاف. ابتديت اتفرج على التريلر وانا متحمس جدا، وعلى فكره الاخراج حلو جدا برضو في الفيلم. الفيلم ظاهر ان هو متكلف جامد يعني. طبعا يعني اخراج شريف عرفه، شريف عرفه السنه دي برضو في العيد الصغير كانوا قايلين ان احنا برضو منتظرين فيلم من افلامه اللي هو الكنز 2 مع محمد رمضان ومحمد سعد. لسه كنت عمال بقول ان انا راضي على الفيلم وعايز اتفرج عليه ومش عارف ايه، اول لما لقيت الكائن ده اتفصلت بصراحه. يعني هي اصل هو حرب ودم وناس بتموت وناس بتستشهد ومش عارف ايه وبتاع، هي ناقصه محن جاي يتمحن كمان في الفيلم. الفيلم ده فيه ممثلين كتيره جدا، بطوله احمد عز وهند صبري وشريف منير، وفي برضو امير كراره. ما اعرفش اذا كان امير كراره هيطلع ضيف شرف ولا هيبقى هو كمان في الفيلم دور كبير يعني. وفي اياد نصار، وفي احمد صلاح حسن، اسماء ابو اليزيد، ومحمود واحمد فلاوكه، محمود حجازي، امير صلاح، وحجاج عبد العظيم، ونعم سالوسة، ومحمد الشرنوبي. في ممثلين كتير جدا في الفيلم ده. اللي شدني في الفيلم في التريلر ان شايف ان احمد رزق هو اللي هيكون العنصر الكوميدي في الفيلم، يعني هو اللي هتلاقيه بيقول افيهات في وقت الحرب يعني، وده حلو بصراحه، مش وحش خالص. الفيلم زي ما قلنا من اخراج شريف عرفه ومن تاليف برضه شريف عرفه. نسبه الرقابه للفيلم 8.5/10، اتمنى يبقى كويس ما يبقاش وحش، بس حاسه لا هيبقى حلو يعني، هيبقى شكله الفيلم هيبقى حلو. ومن قبل ما اشوف الفيلم حاسس ان اياد نصار واحمد رزق عاملين هم الاثنين بالذات عاملين دور حلو بصراحه يعني. في وجهه نظركم انتوا شايفين ان الفيلم ده هينجح ولا لا؟ انا مش بتكلم عن النجاح اللي هو بتاع الايرادات، بس بتكلم عن النجاح اللي هيعلم مع الناس. هل فعلا الفيلم ده هيعلم مع الناس ولا لا؟ يا ريت تعرفوني تحت في الكومنتات. هو كده كده اصلا هيعدي ال 40 مليون فعادي. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقات تانية قريب. وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير، وما تنسوش تعملوا لي فولو على تويتر وفيسبوك وانستجرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي. انا الحرب خلصت وانتوا انهزمتوا، ده مش منتبهين. احنا مش هندافع، احنا نهاجم.